من أطار التوقيت. أربعة أهداف وإثارة في كلاسيكو النصر والأهلي. والهلال يجتاز التعاون ويوسع فارق الصدارة. حكم المواجهتين تحت منظر المقيم الآسيوي. وكارلوس الحزم يقول أحمد موسى أحضرني للدوري السعودي. ياسر المسحل يرد على رئيس التعاون: لا نخشى الهلال والنصر، والأخطاء ستستمر. السلام عليكم. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا في 7 و8 من شهر مارس المقبل لبحث مستقبل البطولة وآلية التعامل مع الأوضاع في القارة الآسيوية بسبب تفشي فيروس كورونا بمعظم الدول الآسيوية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي أوقفت حركة السفر بين الكثير من الدول التابعة للاتحاد. وأكد الاتحاد القاري تأجيل 4 مباريات من الجولة المقبلة للبطولة في منطقة غرب آسيا. أبو سلمان، بسألك عن المنتخب السعودي، الأندية السعودية المشاركة في آسيا، في مخاوف من انتشار مرض كورونا، وشاهدنا بعض الدول تعتذر عن استضافة مباريات أندية سعودية. وش الوضع حاليا؟ انتم من خلال تواصلكم مع الاتحاد الآسيوي، ما في شك انه احنا سلامة البعثات السعودية تعتبر أولوية قصوى، واحنا شفنا اليوم الاتحاد الآسيوي أجل بعض المباريات. الأسبوع القادم راح يكون في اجتماع على مستوى لجنة المسابقات، وراح يحضر الأخ إبراهيم القاسم الأمين العام اللي هو عضو في لجنة المسابقات الآسيوية لبحث الأمور فيما يخص مباريات الأندية في دوري أبطال آسيا، وأيضا على مستوى المنتخبات. وزي ما قلت لك، يعني احنا سلامة البعثات السعودية تعتبر أولوية، لا يمكن أن نغامر في هذا الملف. وأعتقد الاتحاد الآسيوي يقدر ويعي هذا الأمر بشكل جيد، وإن شاء الله بإذن الله راح يتخذ القرار المناسب. وش بيحمل مع إبراهيم القاسم بصفته أيضا يعني عضو في لجنة المسابقات، ولكن أيضا هو يمثل السعودية، وأكيد أنه في توجهات، وش بيحمل معه للاجتماع؟ طبعا احنا بدون شك تعرف اليوم وزارة الصحة تتابع بشكل مكثف، وأيضا السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية تتابع كل الدول اللي قد يكون يعني من المحبذ عدم السفر لها بسبب هذا الفيروس. احنا اي يعني تحذير يصلنا لاي دوله بدون شك لن نغامر في الذهاب لها، والاتحاد الآسيوي راح يتفهم هذا. حتى الان ياسر، استلمت اي تحذير من وزاره الصحه بعدم الذهاب لاي دوله؟ لا طبعا، غير طبعا الصين لم يعني يرد اي تحذير، ولكن احنا متابعين بشكل مكثف عن طريق وزارة الرياضة. السؤال الأهم أيضا، المنتخب السعودي ومباراة سنغافورة، نعلم أنه هذا الأمر يقع تحت مظلة الاتحاد الدولي فيفا وليس تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، هل هناك أي خطة أو احتياطات أنتم قمتوا بها؟ لأنه إلى الآن الموضوع غير واضح. طبعا المباراة باقي عليها تقريبا شهر وأسبوع. كان لي أمس تواصل مع رئيس الاتحاد السنغافوري، ويعني حسب الوضع عندهم يعني عندهم بعض الحالات اللي تعتبر تحت السيطرة، في عدد من الحالات تم شفائها، لكن بدون شك أنه حتى لو هي تحت مظلة الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي أيضا ينسق مع الاتحاد الآسيوي. كم فحوى الحديث يا أستاذ ياسر مع رئيس الاتحاد السنغافوري؟ هل هو فضل أنكم أنتم تؤجل المباراة؟ لا، حقيقة هو يعني كان حديث خلينا نقول بحكم الصداقة اللي تجمعني بيني وبينه، وكنت أسأله عن الوضع وقال لي الوضع تحت السيطرة، وهو متفهم أيضا في حال رأى الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي عدم ملائمة إقامة المباراة في سنغافورة راح يتخذ الإجراء اللازم، وإن شاء الله الأسبوع الجاي أعتقد تتضح الصورة بشكل كامل. حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية، أي شخص يتجه لهذه الدول من ضمنها أيضا سنغافورة ويدخل الحجر الصحي، قد يعني يكون لعيبة السعودية تحت الحجر الصحي؟ لا مستحيل طبعا. اللي أعتقد أنه سنغافورة لا زال وضع السفر لها، في بعض الدول أعتقد امتنعت عن السفر، لكن مستحيل أنه احنا نروح ويعني يحجرون على البعثة. زي ما قلت لك لن نخطو أي خطوة إلا بالتنسيق. الحجر في السعودية قصدي عند العودة؟
زي ما قلت لك أكرر لك أقول لك إنه إحنا قبل ما نتخذ قرار بالسفر لأي دولة من الدول اللي وصلها هذا الفيروس راح نتخذ الإجراءات اللازمة قبل ولن نغامر نهائيا. يعني فيما يخص ملف الحكام، الاحتجاجات، تقنية الفيديو، شاهدنا الاتحاد يصدر بيان ويقدم باحتجاج. انطباعك كرئيس اتحاد القدم على هذا الملف الذي لا يغلق أبدا ودائما هناك يعني عليها أحاديث كثيرة؟ أنت قلتها لا يغلق أبدا، وهو لم يغلق من سنوات طويلة، ولا أعتقد أنه راح يغلق بدون شك. مع احتدام المنافسة تزداد الضغوط على الأندية، وبدون شك يعني مجال التحكيم مجال دائما يكون جدلي. إحنا كاتحاد السعودي يعني سعينا أنه نختار أفضل أسماء موجودة لأنه يرأس اللجنة. فرناندو تيراسكو من أفضل الأسماء على مستوى العالم، عمل في الفيفا، عمل في الاتحاد الأوروبي، ومتعاون مع الاتحاد الآسيوي. اليوم أيضا إحنا نسعى أنه نستقطب أفضل حكام الأجانب المتاحين، لكن الحكم راح يخطي، لن تتوقف أخطاء التحكيم. تقنية الفار عليها جدل كبير حتى على مستوى أوروبا. سؤال، هل كانت تقنية الفار معطلة في مباراة الرائد والتعاون؟ لا نهائيا لم تكن معطلة، و لو عطلت التقنية لأي سبب كان، وتصير ترى في دوريات عالمية، لابد أن حكم المباراة يبلغ الفريقين، يجمع الكابتن الفريقين والمدربين ويخطرهم. لكن في حالات أتذكر في كذا مباراة في الدوري السعودي لم يلجأ الحكم أنه يروح للشاشة. في حالات كثيرة حسب بروتوكول الفار الحكم يستمع، يكتفي بالسماعة مع حكم الفار. رئيس التعاون ظهر في لقاء تلفزيوني مع أحد القنوات، اتهم الحكم السعودي المتواجد في غرفة الفار أنه تقوده الميول، اتهمكم أنتم أنكم أنتم خوافين كاتحاد قدم، اتهم لجنة الحكام أنها لجنة خوافة تخشى الهلال والنصر. وش ردة فعلكم أنتم؟ والله شوف، أنا ما أعتقد أنه اتهم الاتحاد السعودي من ناحية إحنا لا نخاف من أحد، إحنا نخاف من يعني أستاذ ياسر، هو قال لجنة الحكام والاتحاد السعودي خوافين. ما لو قالها يعني أنا لن أرد ولا أرد على أي حديث إعلامي لأي رئيس نادي. عندنا قناة اتصال معروفة وعندنا وسائل تواصل معروفة. إحنا بالنهاية أي حديث يخرج عن سياقه هناك أيضا قنوات قانونية تتخذ إجراءاتها، لكن بالنهاية احنا كاتحاد سعودي لا نخشى اي احد، ومتى ما راينا انه يعني عندنا قوانين ولوائح تطبق على الجميع. الحكم الفار اجنبي، كل المباريات حكامها الفار اجانب. المساعد سعودي. المساعد ممكن نعم سعودي، ولكن للاسف يغفل كثير من الناس عن دور هذا المساعد. لا يعقل انه هذا المساعد راح يدخل ويأثر في قرار حكم الفار اللي جنبه او حكم الساحه. دور الحكم الفار المساعد دوره محدود جدا في مراقبة اللقطات التي قد يغفل عنها الحكم الفار الأساسي إذا كان هو يراقب إحدى اللقطات. فنثق في كل الحكام السعوديين. يكون في تحرك تجاه يعني لجنة الانضباط تجاه تصريحات رئيس التعاون؟ لجنة الانضباط تعتبر لجنة مستقلة ولا هل تتقدمون؟ لا، أنا شخصيا لن أتقدم على أي أحد. لجنة الحكام، لكن لجنة الحكام تتابع كل ما يطرح، تسعى للتطوير من منظومة التحكيم. أخطاء التحكيم هتستمر ولكن نسعى أنها تقل. بالنهاية احنا يعني كلنا في نفس المجال، نسعى لمصلحة هذا المجال، وزي ما قلت لك وأكررها، لا نخشى أحد ولا يهمنا أحد، بقدر ما يهمنا أنه نعمل ما نراه هو الصحيح، ودائما نتشاور حتى مع الأندية في كل ما يتعلق في الأمور التي تخصهم. نذهب إلى الوقفة الأولى، بعدها نفتح ملف مباريات الخميس. 4 أهداف في الكلاسيكو المثير بين النصر والأهلي، والهلال وسع فارق الصدارة مع ملاحقه بالفوز على التعاون. أهلا بكم من جديد. لعبت الخميس الجولة أو انطلقت الجولة 20 للدوري السعودي للمحترفين. التعاون خسر أمام ضيفه الهلال بهدف، فيما تعادل النصر وضيف الأهلي بهدفين للجانبين. الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين قمته ستجمع النصر والأهلي ثاني وثالث الترتيب، عيناهما على تضييق المسافة بينهم مع الهلال المتصدر. فيتوريا الخبير بطل الدوري يواجه المدرب الشاب مازن بهكلي. كثير
في هذه المعركة. السلوفيني سوكومينا حكم للقاء، وركلة البداية صفراء في الشوط الأول. ما يكون يتقدم لتنفيذ خطأ نصراوي، المسيلين يتصدى لتسديدته ببراعة، ذلك كان في الدقيقة 13. ركنية نصراوية، ما يكون مجددا مهددا مرمى الأهلي، العارضة تعترض طريق الكرة، هدف التقدم يضيع مجددا على أصحاب الضيافة، البرازيلي يبحث بجد عن هدفه الأول هذا الموسم. جمهور أصفر الرياض يتطلع لانتصار يجعل فريقهم في مسافة قريبة خلف الهلال، والأهلويون يبحثون عن الفوز الأول بعد الخسارة من الوحدة والفتح تواليا. الدقيقة 32 تشهد أبرز أحداث الشوط الأول، خطأ أهلاوي، بيتروس يخطئ في إبعاد الكرة، تذهب إلى شباك جونز، الهدف الأول في اللقاء يحضر. أهلاوي يتقدمون، نعم كانت في بيتروس، كانت في بيتروس، في ظهرك يا بيتروس، الكرة بعد ذلك في شباك براد. 10 دقائق بعدها بلايلي يدخل الجزاء ومايكون يعرقله، سكومينا يعود إلى تقنية فار، يحتسب ركلة جزاء بعد مشاهدة اللقطة، يتقدم لها السومة، يسجل منها الهدف الثاني للأهلي وهدفه العاشر في تاريخه في شباك النصر. الأصفر يحاول العودة، حمد الله يراوغ دسوزا، يمرر إلى أحمد موسى، النيجيري يسدد ومحمد بصاص ينجح في إبعاد الكرة إلى خارج المرمى، إنقاذ يبرز به المدافع الشاب بقوة، والشوط الأول ينتهي بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين. الثاني ينطلق بركلة البداية الأهلاوية، الأعين على حمد الله الذي لم يسجل في الأول، ليما يلعب كرة تصل إلى الجانيني، يمرر إلى السومة الذي يلعب الكرة بغرابة فوق المرمى، كرة قتل المباراة تضيع على الضيوف. النصر ينتفض للعودة، عرضية مرابط على رأس حمد الله يهيئها إلى المندفع جوليانو، يسجل هدف تقليص الفرق في الدقيقة 58. 8 دقائق بعدها ركنية للنصر، عرضية مرابط تصل إلى رأس جوليانو، الهدف الثاني له في اللقاء يحضر، هدف التعادل لفريقه، هو الهدف الرابع للاعب الوسط البرازيلي هذا الموسم. الدقائق الأخيرة من اللقاء، عبد الرحمن غريب البديل يضع السومة في مواجهة المرمى، إلا أن الأخير يضيع فرصة الفوز بغرابة بعد أن تصدى الأسترالي جونز لتسديدته، واللقاء ينتهي بتعادل الفريقين بهدفين، والأهلي يفشل في الفوز مرة ثانية على النصر في المباريات التسع الأخيرة، إذ تعادل 4 وخسر مثلها وفاز في 1. أما المستفيد الأكبر فهو الهلال الذي أصبح يبتعد عن النصر مطارده ب5 نقاط. محمد القناص، العربية. نذهب إلى الرياض وعبدو عطيف يلتحق بنا من هناك. عبدو مساء الخير، أهلا بك، رأيك في المباراة كتحليل أولي قبل ندخل في التفاصيل. مساء الخير بتال، أنا أعتقد أنه كرة القدم إذا لم تستغل الفترات المميزة فيها أثناء المباراة ستعاقب من كرة القدم أو الفريق المنافس. من تقصد؟ الفريقين؟ الاثنين، الفريقين نعم. طيب شفنا الأهلي اليوم بشكل مختلف ولا بس هو تقدم في المباراة؟ لا لا، الأهلي فريق مفكك، لا 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 صورة لا فنية واضحة ولا أسلوب تكتيكي واضح، لعب فردي بشكل بحت، كل ينتظر أو حتى خلينا نكون جملة أكثر شمولية وفنية واضحة، هو فريق غير جماعي، فريق فردي بحت، يعني كل من يستلم الكرة يحاول أن يعمل الكرة أو يصنع الهدف هو أو أنه يعمل يراوغ 2 إلى 3. فريق لا تجد حتى 5 إلى 6 تمريرات متواصلة في المباراة، ولا حتى تنظيم رائع على مستوى الهجومي ولا الدفاعي، رغم وجود أسماء أنا أعتقد أنها من أفضل الأسماء الموجودة في الدوري السعودي. جميل، إيش اللي كان موجود، إيش اللي تسبب في تأخر النصر بهدفين رغم أنه كان يلعب بشكل جيد قبل الهدفين؟ شوف هذه النقطة وذكرناها كثير أخ بتال، النصر دائما لا يستغل الفترات التي يكون مميز فيها في المباراة. النصر ليس عنده 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 مشكلة في الوصول للمرمى أو صناعة الفرص. نعم. النصر عنده مشكلة لما يغيب حمد الله عن التسجيل، من يسجل غير حمد الله؟ فتبدأ إضاعة الفرص سواء من أحمد موسى أو حتى اللاعبين الآخرين.
أنا أعتقد أن النصر لا يستغل الفترات التي يكون فيها متميز، حصلت أمام ضمك، حصلت أمام الفتح، حصلت أمام الشباب وعانى، والآن تعود الكرة أمام الأهلي. جميل، لاحظت أي لمسات عبدو من مدرب السعودي بهكلي اليوم على الأهلي؟ زي ما لا أنا ما شفت صورة واضحة للأهلي. هو صحيح يلعب بالأربعة اثنين ثلاثة واحد، ما شفت أنا الأهلي له اللي لعب مباشر وارتداد، وله اللي لعب بي 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 بالاستحواذ أو حتى كانت الخطوط متقاربة، المساحات موجودة، الفراغات موجودة، عدم وجود جماعية واضحة للجميع صراحة. يعني أنت لو تلاحظ ترجع الفرص الأهلي جميعها كلها كانت لاعب يقوم بالحل الفردي راو اثنين أو ثلاثة وتكون هجمة خطرة أو كرة خطيرة للأهلي. لما نشاهد جماعية النصر لما تقدم الأهلي 2-0 كان في مساحات، كان الأهلي لو كان أكثر هدوء رغم وجود أسماء كبيرة، أنت تتكلم خبرة، يعني أنت لا عمر السومة أو جانيني أو بلايلي أو حسين أو حتى في سوزا في الخلف ووليمة في الطرف الأيسر، لا يستحوذ على الكرة وبالتالي قتل المباراة. ولما جاته أكثر أيضا من 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 فرصة أنه يستيطر على المباراة كان يعود ويسلم النصر الكرة ليهاجم النصر مرة أخرى وبالتالي يستمر النصر في الضغط عليه. جميل، على الجهة الأخرى كان هناك أخطاء واضحة لفيتوريا مقابل بهكلي. عبدو تسمعني؟ راح ما أسمعك أخوي بتا. أتكلم عن فيتوريا، تكلمنا عن بهكلي، فيتوريا كان فيها أخطاء واضحة له. عبدو الصوت غير واضح. عبدو ما تسمعني الآن؟ ها ما تسمعني؟ ألو ما تسمعني؟ ها ما يسمعني؟ إذن حتى نحل هذه المشكلة نذهب. إذن كنا البارحة قد أجرينا مواجهة بالأرقام طوال الموسم بين حمد الله والسومة، لكن في هذه المباراة هذه هي أرقام اللاعبين. متصدر الهدفين عبد الرزاق حمد الله ظهر واثقا حاضرا في الوقت الذي بدا العديد السومة محدقا في مشاهد الكلاسيكو المنتظر. الدقيقة الرابعة ولمسة أولى للكرة ومثلها تمريرة للأهلاوي السومة. دقائق ست مرت بعدها والمهاجم المغربي يستلم كرة ويكتب حوارا كرويا مع مرابط سجل فيها تمريرات ثلاث وسبع لمسات أوقفها الدفاع الأهلاوي. تعليمات خطط وقد تكون أوامر من البرتغالي فيتوريا ترجمها حمد الله برأسية بعيدة عن شباك سليم وبدت في عيني المغربي ثورة تأكله من الداخل. مهاجم الأهلي حاول أن يعيش مشهد تسجيل في الدقيقة 29 وعجز، كررها بعدها بثلاث دقائق ونجح بمساعدة من منافسه بيتروس الذي سجل في الخطأ في مرماه. ووجه فيتوريا في هذه اللقطة لا ينطق بأكثر مما ينطقون. السومة هو خيره من يبرع في استثمار اللحظات ثوان وها هو يكتب هدفا أهلاويا ثانيا في شباك جونز من ركلة جزاء. وهنا قبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول حمد الله فعل كل شيء إلا أنه مرر لموسى الذي أضاع محاولاته بتسديدة لم تجد طريقا للشباك. شوط ثاني انطلق، حمد الله يراوغ تدخل وخطأ لمصلحة اللاعب المغربي، قابلها ضياع فرصة للسومة من على أعتاب المرمى. الدفاع الأهلاوي ما زال صامداً أمام محاولات حمد الله المتواصلة حتى الدقيقة 58 التي شهدت هدفاً نصراوياً أول كانت رأسية حمد الله إحدى مفاتيح سرها. السومة سعى للتقدم بعد نتيجة التعادل وفشل ومثله حاول نظيره حمد الله، فهو ما زال عاجزا عن فك شفرة هز الشباك الأهلاوية. وهذه الفرصة الأخيرة للسومة قبل صافرة نهاية اللقاء التي سجلت الأرقام التالية. ديما محمد السائح العربية.
واستعدنا عبدو عطيف الآن. عبدو في عجالة أبغى أخذ رأيك في اللاعبين أيضا حمد الله وسوما، فقدنا صوتك قبل شوي. أعتقد أنه سوما يعني ما كان في مباراة اليوم كان يستطيع قتل المباراة. حمد الله لما ما يجد صناعة فرص لنفسه يقوم بصناعة زملائه، أعتقد أنه حمد الله تفوق رغم أن سوما سجل. في نقطة أبدي أذكرها بالتالي سريعة، فيتوريا من وجهة نظري ارتكب خطأ استراتيجي بإدخال عبد الفتاح آدم وإرجاع جوليانو إلى وسط الملعب. جوليانو كان يأتي من الخلف غير مراقب، فرغ وسط الملعب. بعد رجوع جوليانو إلى جانب بيتروس أصبح الناصر بدون فرص حقيقية فعلا. فرغم أنه زاد عدد المهاجمين لكنه قلت عدد الفرص، وبالتالي أنه أعتقد أنه فيتوريا ارتكب خطأ استراتيجي وجعل المباراة ذهبت إلى التعادل بالخطأ الاستراتيجي هذا، لأن جوليانو كان يأتي من الخلف وكان دائما ما يكون رأس مثلث لأي لاعب سواء على الطرف أو في عمق الملعب. لما عاد جوليانو إلى الوراء أصبح عبد الفتاح مراقب بشكل واضح وأمام مدافعي الأهلي، فاختفت الخطورة بشكل كامل في المباراة من جهة النصر. شكرا جزيلا عبد العطيف. ومباراة الأولى التي لعبت هذا المساء وسع فيها الهلال فريق الصدارة بفوزه على التعاون بهدف واحد. الجماهير حاضرة، رازفان وبيتور في أحاديث جانبية، والحكم السلوفيني سولاف غوفينيتش يعطي صافرة البداية. الهلال دخل في صلب الموضوع وكاريو هدد مبكرا أصحاب الأرض. تمريرات الضيوف فتحت ثغرة في دفاعات التعاون، كنو ينفرد والشهري يتابع والدوسري يسجل هدف الهلال الأول بعد مرور ربع ساعة. وهنا الكرة تلمس يد البريك والحكم يأمر باستمرار اللعب ويعطي القرار إلى بعدها مرتدة للهلال. البريك يظهر من جديد لكنه أنهاها بحسه الدفاعي. أبداً 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 أبداً. ركنية للتعاون والعارضة تحل بديلا للمعيوف وتنقذ الهلال من رأسية أحمد عسيري. الله على التعاون، الله على كرة في ظهر الدفاع الأصفر، إدواردو ينفرد ويضيع فرصة تعزيز تقدم الهلال. الشوط الأول ينتهي بتقدم الأزرق. في النصف الثاني حرة مباشرة للتعاون، نيلدو حاول خداع المعيوف بتسديدة مباشرة والأخير لا يجد صعوبة في التعامل معها. وهنا غوميز يتلقى تعليمات من رازفان، السهلاوي يعالج خارج الملعب والكاميروني توامبا يحل بديلا له. ثاني الهدافين في الدوري. الدوسري على الجبهة اليسرى قام بمجهود فردي يتوغل داخل المنطقة ويسدد، الكرة تمر بعيدة عن المرمى. توامبا المختفي في أول ظهور له، استلام مع دورا وتسديدة في أحضان المعيوف. الدقائق المتبقية لم تحمل أي جديد على مستوى النتيجة، انتصار آخر للهلال رفع رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد التعاون عند النقطة 29. عصام عامر، العربية. نذهب إلى الرياض مجددا، صالح المطلق وترك العواد يلتحقان بنا، وأبدأ من ترك العواد. تركي، كيف شاهدت فوز الهلال؟ يعني فوز مثير بالنسبة لي، لأول مرة أشوف الهلال يعني في وضع غير جيد. حسيت أن التعاون من بداية المباراة أفضل، ضاغط على الهلال بشكل كبير ما يعطيه فرصة أنه يبدأ الهجمة. كمبيلوس كان نجم المباراة بالذات في الشوط الأول من الجهة الهجومية، أنه ما أعطى الهلال الفرصة وضغط عليه ما أعطاه الفرصة لبناء الهجمة وقرب يعني خطوطه بشكل كبير. لكن المشكله الاكبر اللي وقع فيها التعاون واللي دفع ثمنها يعني كبير انه عنده 40 متر كان دفاعه متقدم بشكل كبير، فهذه ساعدت اي تمريره خلف المدافعين انفراد للهلال، سجل سالم هدف منها، انفرد ايضا ادواردو، مد الله كان ممكن يسجل اضافه الى كنو. فبشكل عام التعاون احرج الهلال بشكل كبير، لكن أيضا الهلال قدر يتعامل مع المباراة. أعتقد أن التعاون في الشوط الأول أحرق كل طاقته، سوى كل شيء في المباراة. الشوط الثاني التعاون تقريبا سلم المباراة
واعطى المباراه للهلال، فكانت مباراه في الشوط الثاني ممله. يعني اذا نقسم المباراه لشوطين، الشوط الاول كان ممتع ورائع ومثير، الشوط الثاني كان ممل وتتمنى انه ينتهي باسرع وقت. كابتن صالح، يعني شاهدنا انه كانه في لاعبين مقيدين في الهلال، ما شفنا الفريق يتحرك ككتله واحده، يعني خلينا نقول كفريق، يعني غابت لمسه الهلال، روحه الخاصه في المباراه، ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالتال واهلا بالساده المشاهدين واهلا بالحبيب تركي. والله شوف، بالنسبه للهلال يبدو لي انه في حاله ذهنيه الان نفسيه سببها المدرب في المقام الاول، في يعني حتى يعني لما اخذ على سبيل المثال مثلا قميص وهو يدخل في دقائق معدوده ولكنه واقف ما يتحرك، السؤال ليش؟ كأن اللاعبين تشربوا انه والله ترى عليكم ضغوط، ويفترض ان الان يصير في نوع من تقنين في المجهود وعدم احتكاك، وصار في خوف. اضف عليها انه هناك لاعبين الحقيقه يسجل عليهم علامات استفهام كبيره من ناحيه المستوى والحضور، على راسهم محمد كنو. ما في شيء كنو يقدم في المباراه الحقيقه، اخطاء كثيره و حتى مجهود مش واضح. اليوم يمكن شاركوا كثيرين، كاريليو ايضا، يمكن ادواردو، حتى عليان اليوم ما كان جيد، يعني يمكن استثني هيون والجحفلي وراهم المبدع والمتالق معيوف. فاعتقد سبب الحاله اللي فيها الهلال هو مدربهم. ايضا انا ودي اعرج على حاله فنيه اليوم في المباراه مهمه حدثت، نعم، وتعتبر خطا فني انا اعتبرها، واذا كان هناك احد ساهم في خساره التعاون فهو فيتور كومبيلوس مدربهم. ليش؟ دائما ما يتردد في الوسط الرياضي مقوله، هناك مقوله بالتالي دائما نسمعها، انه تبغى تسيطر على الهلال تفوز عليه اضغطه في ملعبه واضغط محاوره. هذا صحيح لما يكون في توازن، لما تكون المقابل الاتحاد، الهلال، النصر، لكن لما يكون ما في توازن مو بصحيح القرار، خاطئ 100%. الشيء الثاني، قرارات ترى اي فريق في العالم تضغط في ملعبه تحصل فيه اخطاء وممكن تستفيد، لكن في المقابل تبي تخسر اشياء كثيره. اليوم 45 دقيقه كلها احتكاكات وقوه، فحتى ذهنيا ضغط لعيبته وخرج منهم المصابين، وهناك كروت صفر، ومع هذا كله ترى في 3 أهداف للهلال، 3 انفرادات. إذا 3-4-3 طريقة خاطئة للتعاون، أسلوب خاطئ، حتى خياراتك وحتى التدوير لما هيلدون وتاومبا وغيره ريحهم، هو ما استفاد شيء، خرج بإصابتين. فأتصور استنزاف المجهود الذهني والبدني هو سبب خيار المدرب. جميل. هذه فرصة نحن نتكلم من المدربين أيضا يخطون في قراراتهم. جميل. والمثال مباراة اليوم. جميل. تركي، يعني المحبين لمدرب الهلال يقولون انه قاعد يسوي تدوير يليق ببطولة الدوري طويلة النفس. اللي عندهم انتقادات عليه يقولون هذا ليس تدوير، هذا تعطيل للفريق وقدراته. انت معي الرأيين وفقا لمباراة اليوم طبعا. انا ضد فكرة ضد فكرة التدوير المبالغ فيها. انا اعتقد المدرب في كل مرة يخرج بمستوى غير جيد يطلع لنا بشيء غريب. مرة مع الاتفاق لما وصل للوقت الإضافي قال والله أنا أحب أن الناس تستمتع، كل مرة عنده حاجة غريبة يبرر فيها المستوى غير الجيد. أنا بالنسبة لي اليوم الهلال امتداد ل4 مباريات ماضية، وليس هذه المباراة الوحدة. مباراة الاتحاد ما كان جيد، الفيحة، وحتى مباراة الرائد اللي فاز فيها 3-1 ما كان الهلال جيد، يعني كان بصعوبة وصار يفوز فيها 1-0 بمعاناة كبيرة. موضوع التدوير مقبول، ولكن هو اللي قاعد يسويه بالنسبة لي أنا يعني اليوم مع قوميز وعدم مشاركة قوميز خطأ كبير. الجانب الآخر يعني تغييرات الغير جيدة. اليوم أنت يعني في الشوط الثاني تبغى تلعب جوفينكو، ما في مانع يلعب جوفينكو بدل إدواردو. ليش أنا كل تغيير يغيره لوشيسكو يغير مركز 3 أو 4 لاعبين؟ بعد ما نزل جوفينكو نقل إدواردو على اليسار ونقل سالم على اليمين. هذه أفقدت فريق الهلال هويته لما تغير كثير من اللاعبين. الهلال مو الهلال، أي فريق يفقد الهوية ويفقد يعني التوافق بين اللاعبين وحالة يعني الاتساق بين اللاعبين. فكل مرة يغير الهلال يفقد
قدرته على السيطرة على المباريات وسرعته. اليوم ما شفنا المثلثات والمربعات اللي كانوا اللاعبين يلعبونها، لأنه في تغييرات كبيرة، تغيير مراكز لاعبين وتغيير أيضا في عدد من اللاعبين، فالتغييرات هذه تأثيرها أكبر بالنسبة لي من أي شيء ثاني. يمكن ألوم بعض اللاعبين على انخفاض مستواهم، ولكن التغيير المستمر، إدواردو يلعب في 3-4 خانات، نفس الشيء بالنسبة لسالم، نفس الشيء بالنسبة لكاريو، نفس الشيء بالنسبة لأكثر من لاعب. فأنا أعتقد تدوير مقبول إذا هو مقنن، ولكن بالنسبة لي أفقد الهلال هويته. نعم صالح، هذه الانتقادات أيضا المستمرة على رزفان مدرب الهلال هي في محلها أو مبالغ فيها؟ السؤال بطريقة أخرى. لا في محلها، لا في محلها، لأن المدرب الرجال يفوز وده متصدر، ايش تبغى اكثر من الصدارة يعني؟ شوف احنا دائما نقول صحيح هو مؤشر، لازال في مقومات، في اشياء في الهلال موجوده لازالت، والرصيد موجود. يمكن هذا يفقده في لحظه من اللحظات، مثل ما حدث الموسم اللي فات، كانت النقاط بينه وبين النصر يمكن 9 وكذا، وفجاه اصبح النصر في الصداره. فالآن ما هو معيار، احنا دائما نقول معيار النتيجة جيد، ولكنه لا يكون معيار الأول والفقط والوحيد للتقييم. ففي مؤشرات كثيرة في الهلال الآن تقول أن الهلال يمر في مرحلة فنية غير جيدة، وبالتالي يفترض على المدرب، لأنه هو المسؤول الأول، أنه يكون حازم وأيضا يكون عادل. أنا ليش أذكر كلمة عادل الآن؟ لأني ألاحظ التباين ما بين مستوى خربين وما بين الشهري. مثلا الشهري قدم مستوى جيد وسجل أهداف، ولكن الآن مو بعارف القرار، متى المباراة اللي فاتت استخدم خربين، المباراة هذه استخدم الشهري، وبعدين دخل يدوبك في دقائق معدودة خربين. قد يفقد خربين، اللاعب إنسان فممكن يزعل، لابد يكون حازم وعادل في الأمور هذه. وأيضا قميص في فترات كثيرة على كل مستوياته وعلى كل إمكانيات، لأن يوقف في الملعب، يعني أنا أشوفه يتسحب بهالعبارة، هذا غير يعني غير مقبول. لابد للرجوع وتكملة عدد اللاعبين في وسط الملعب واللعب ككتلة واحدة، ومثلك مثل غيرك. يعني احنا نشوف مباريات كثيرة، اذا بنستمر على مستوانة والله انه فيه ارهاق وكذا، وبيتشرب اللاعب وبيصدقها، اذا كيف احنا نتعامل معك؟ انا امس قلت جملة في حق مباراة الاهلي والنصر، وقلت انا ابغاك توريني انت ليش لابس فرينة الفريق. يجب انك انت تبرهن انك انت تستحق فنيله الفريق، وبالتالي كلمه والله ما بين المباراه والثانيه نقول مرهق، الاربع ايام الخمس ايام كفيله الا اذا كان في اصابه، فهو المسؤول بالتالي، هو المسؤول الاول والاخير، واكيد اللاعبين في مسؤوليتهم، بس لما المدرب ياخذ مسؤوليته كامله. نعم تركي، البارح كنت تقول لي يعني كامبيلوس لو لعب بثلاثة المدافعين راح يخسر قدام الهلال، لأن فريق يلعب على الأطراف، كانت باينة اليوم مدرب التعاون. أكيد كانت واضحة كثير، يعني سالم اليوم هو نجم مباراة بالنسبة لي. انطلاقاته الكبيرة، لأنه أنت لما تترك الأطراف فاضية ما فيها إلا الظهيرين تقريبا، خصوصا نحن يعني فهد الرشيدي مش قوي دفاعيا، الأصوات مش قوي دفاعيا، فأنت تارك الاثنين اللي على الأطراف يواجهون لعيبة الهلال. طبعا اليوم ساعد يعني التعاون أنه مدالله كان وضعه جدا صعب، لو كان ياسر الشهراني موجود أو كان مدالله في وضع جيد كان بانت أكثر، لأنه يصيرون 2-1 و2-1، فهذه أيضا تصعب الأمور. لكن اليوم لما شفنا سالم قاعد يصل بشكل كبير 100% الطريقة غير جيدة، لكن هو اللي ساعده، الشكل الأكبر اللي ساعده يتخلاه يطلع 1-0 وخلاه يطلع حتى مباراة صعبها على الهلال، أنه كان يضغط على الهلال وما يخلي الهلال يبدأ الهجمة بشكل كبير، مخاطرة كبيرة، لكنها في المقابل طلعت فريقه بشكل مقبول وطلع ب1-0. لكن لو لعب مباراة عادية وقفل كان ممكن المباراة تنتهي بشكل أكبر، كان الهلال يسيطر ويوصل بأعداد أكبر. فلذلك بالنسبة للعب بثلاثة 4-3 غير جيد أمام فريق يلعب على الأطراف، وهذه وضحت مع سالم كريو كان أقل شوي، لكن بشكل عام أعتقد أن التعاون صعب المباراة على الهلال بضغط على الهلال وما أعطاه الفرصة لبدء الهجم. جميل، شكرا جزيلا تركي العواد، شكرا جزيلا صالح المطلق. الوقفة الأخيرة بعدها مقيم الحكام الآسيوي يقيم أداء حكمي مباراتي اليوم، ويوميات أسامة حوساوي في إنجلترا مستمرة.
حالات تحكيمية جدلية كثيرة في مباراتي اليوم بين التعاون والهلال والنصر والأهلي، وضعها على الطاولة. وخالد الدوخي مقيم الحكام الآسيوي، أهلا كابتن. يا هلا يا مرحبا، حياك الله. تفضل، إيش اخترت من لقطات؟ عندنا ثلاث لقطات في مباراة التعاون والهلال راح نشوفها مع بعض. يمكن أولى الحالات الهدف، هدف الهلال هدف صحيح، لا وجود لمخالفة التسلل. أعتقد حتى من خلال تدخل فار ورسم أو عمل تقنية خط التسلل واضح أن اللاعب كان في موقف سليم وصحيح، وبالتالي لا وجود مخالفة التسلل، والهدف صحيح اللي تم إحرازه على الرغم أن فيها أكثر من حالة مركبة مع بعض، إلا أن في الأخير لا وجود لمخالفة التسلل، قرار صحيح من حكم المباراة. الحالة الثانية، الحالة الثانية راح نشوفها مع بعض، اللي هي نشوف هل هناك مخالفة ولا لا. شوف هذا وضع اليد بهاي الطريقة، اللاعب الهلال كان يسعى للعب الكرة، اليد ارتفعت لكن لا وجود هناك لمخالفة، على الرغم من اليد يمكن ارتطمت بشكل لا وجود حتى الإهمال فيها، لا وجود تعمد، لا وجود تعمد، لا وجود ما فيها تعمد، ما فيها تعمد، ما فيها حتى إهمال يعني من اللاعب. اللاعب يشوف الكرة يحاول إن يلعب الكرة، لكن لا وجود فيها لمخالفة، يعني حتى لو الإهمال كان ممكن صحيح. تنحسب الإهمال، لكن هذه ما فيها أي مخالفة. أنا مع قرار الحكم بالسماح باستمرار اللعب ولا وجود المخالفة. اللي بعدها، شوف اللعب اللي بعدها، وهذه اللعبة جدلية جدا يعني صراحة في المباراة، هي لمس الكرة باليد من قبل مدافع الهلال، وكان في تدخل حكم الفيديو واستدعى الحكم وعمل المراجعة على الرغم من صعوبتها. أنا أشوف هذه تعتبر أن وضع اليد بهذه الطريقة لم يجعل الجسم أكبر بصورة غير طبيعية، اليد كانت في اتجاه الأرض، وبالتالي أن تعتبر داعمة للجسم أي شخص أو أي لاعب. ما منعت اللعبة كابتن؟ هي منعت لكن لم تتجه للكرة، الكرة هي اللي اتجهت للذراع، الذراع اتجهت للأسفل بشكل عمودي. في قانون اللعبة هي تعتبر الذراع هاي داعمة للجسم في لحظة الصعود. قراري هو قرار الحكم صحيح، لا وجود لركلة جزاء على فريق. هذه بس مباراة التعاون للهلال، نروح المباراة الثانية، النصر والأهلي كانت في الرياض. كم لقطة كابتن اخترت؟ عندنا لقطتين نشوف، ركلة الجزاء اللي تم احتسابها لصالح فريق الأهلي وفعلا قرار صحيح من الحكم، من مدافع النصر اللي حاول في البداية لعب الكرة، لم يلعب كرة لكن رفع رجله وبالتالي عرقل اللاعب المهاجم، وهو لاعب مو مهاجم الهلال، وبالتالي قرار الحكم صحيح. نعم. لعب الأهلي قرار صحيح للحكام في الإعلان عن وجود ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي في أيه. هذه الحالة. شوف اللقطة اللي بعدها، بلنتي صحيح، هذا بلنتي صحيح. نشوف هناك، هل هناك مسك على مدافع الأهلي في هذه اللحظات، خصوصا مع مهاجم النصر. نشوف أن هناك اليد كانت موجودة لكن لم تستخدم، حتى سقوط لاعب النصر المهاجم سقط بعد ما يعني بعد لحظه بسيطه، وبالتالي انا اشوف لا وجود لمخالفه صريحه بالمسك على مدافع الاهلي في هذه اللحظات، يعني من الحالات الصعبه جدا. اجمالا الحكمين اثروا في نتيجه المباراه؟ انا اعتقد الحكمين كانوا مميزين في ادائهم خلال اليوم. ما هذا كان في ذلك، كانت قراراتهم سليمه، كانت قراراتهم صحيحه، العلاقه بينهم وبين غرفه الكنترول كانت جيده، كانت جيده المراجعه. اي يعني اعتقد كانت الصعوبه يعني كانت اكثر عند مين فيهم؟ صعوبة المباراتين. والله هم المباراتين كانوا، لأن نتيجة المباراة كانت قريبة جدا، وكان كثير من الحالات داخل منطقة الجزاء، لكن كانت كلها فيها تقدير عالي جدا، وأعتقد قدروا أن يوصلون لقرارات صحيحة على مستوى المباراة. شكرا كابتن خالد الدوخي. العفو كابتن. وتتواصل الجولة 20 في الدوري السعودي للمحترفين، فيلعبوا ضمك أمام الحزم في 24 دقائق توقيت العاصمة، العدالة يلاقي الفيصل في 26 دقيقة، فيما يواجهه الفيحة ضيفه الرائد في 28 دقائق، و تختم الجولة السبت فيلعب الفتح مع الوحدة في 43 دقيقة، والاتفاق مع ضيفه أبها في 26 دقيقة، فيما يتواجه الاتحاد والشباب في 48 دقيقة. وبأقدام كارلوس Of course it's a special game. بالطبع كانت مباراة مميزة بالنسبة لي، كان هذا الهدف بعد أيام قليلة من توقيعي مع نادي الحزم، كانت مباراة كبيرة خارج أرضنا، لعبنا بشكل جيد وانتصرنا على النصر بالهدف الذي أحرزته.
كنت ألعب في الدوري الروسي سابقاً، وكان معي حينها لاعب النصر الحالي أحمد موسى. تحدثت معه قليلاً عندما تلقيت العرض من الحزم في الصيف الماضي، وقال كلاماً جيداً عن الدوري السعودي، فرغبت بالمجيء لأنه دوري كبير ومميز ويشارك فيه لاعبون كبار، ويعتبر خطوة جيدة في مسيرة الكروية. عندما حضرت إلى هنا كان الجو حاراً جداً، وجدت صعوبة بالتأقلم في البداية لأنني لم أعتد على هذه الأجواء من قبل، وخصوصاً اللعب في درجات حرارة مرتفعة، لكن بعد أسبوعين اعتدت على ذلك وأصبحت الأمور سهلة علي رويداً رويداً. ربما سأقول الاتحاد هو الأصعب دفاعياً بالنسبة لي. الملعب الذي يلعب فيه النصر هو أكثر ميدان أحببته. قيادة السيارة هنا أصعب من أوروبا. هناك أناس يقودون من دون أن يتابعوا الطريق بشكل جيد من حولهم أو بسرعة كبيرة، لكن الأمور تحت السيطرة. من إيجابيات الكرة السعودية أنهم يقدمون كرة بمستوى ممتاز، وأنا أشجع الكثير من أصدقاء اللاعبين للقدوم هنا، كما أنني أطمح للبقاء هنا لأطول فترة ممكنة. أما السلبية الوحيدة التي أعاني منها فهي فترات التوقف، فأحياناً لا نعرف كم مدة فترة التوقف ومتى سنعود. أفضل لاعب في الدوري السعودي هم كثر من السعوديين، لكن من الأجانب أرى أن أحمد موسى وعبد الرزاق حمد الله هما الأفضل. تحددت هوية فرق نصف نهائي كأس العرب للشباب لكرة القدم التي تستضيفها السعودية، ففازت تونس على الجزائر والمغرب على ليبيا ومصر على العراق والسنغال على البحرين، وبلغوا بذلك نصف النهائي. أسامة هوساوي يقضي فترة تعايش، ومحمد فضل الله قضى معه 3 أيام. هنا الجزء الأخير، ألقاكم. Sporting director or technical director or director of football, depending on. المدير الرياضي أو المدير الفني أو مدير الكرة، هذا يتوقف على منصب الشخص، رغم أن هذه المناصب الثلاثة متشابهة لأنها تدل على نفس الوظيفة. ازدادت شعبيتها أكثر فأكثر حاليا في إنجلترا، وقد كان الحال كذلك قبل سنوات في إسبانيا وإيطاليا. عملي يتمحور حول حرفة كرة القدم داخل النادي، ويشمل تعيين مدرب النادي بعد إجراء المقابلات معه، وهذا ما حدث حين تم اختيار المدرب سلافين بيليتش. أيضا أتولى أمور اللاعبين وأسهر على تشكيل فرق استكشاف اللاعبين، وأشرف أيضا على الجوانب الطبية وعلم الطب الرياضي، إلى جانب الإشراف على مدير الأكاديمية الرياضية والعاملين فيها. بشكل عام أنا مسؤول عن الجوانب كافة المتعلقة بكرة القدم داخل النادي. تعود زيادة شعبية منصب المدير الرياضي في إنجلترا إلى ما كان معمولا به في البلاد قبل سنوات، حيث كان مدرب الفريق حرا في إنفاق الميزانية التي توضع تحت تصرفه للتعاقد مع اللاعبين أو استخدام طبيب لياقة بدنية جديد للنادي إذا أصبح هذا المنصب شاغرا. لكننا حاليا ننزع كل هذه الضغوط والعمل الإضافي من على كاهل مدرب الفريق أو المدرب الرئيسي للنادي، الذي أصبح يركز بالأساس على تدريب اللاعبين كل يوم في الملعب كلما كان ذلك ممكنا. رأيي الشخصي أن نادي مانشستر يونايتد في عهد أليكس فيرغسون هو الذي يتولى منصب المدرب والمدير الرياضي والمدير الفني وكل شيء آخر، لأنه كان الأفضل.
وعندما غادر فيرغسون النادي أصبح الاعتماد قائماً على فريق الاستكشاف والمدرب الجديد، وجاء ديفيد مويس الذي أراد جلب لاعبين جدد، ثم تم الاستغناء عنه، وبعدها تولى لوي فان غال الذي أراد التخلص من اللاعبين الذين جلبهم ديفيد مويس ليتعاقد مع مزيد من اللاعبين. ثم أتى جوزي مورينيو الذي جلب لاعبين جددا، وأصبح النادي أمام حشد من اللاعبين تم التعاقد مع بعضهم قبل 6 أعوام. عندنا في ويست بروميتش هؤلاء نطلق عليهم لاعبي النادي، فلو غادر سلافين بليتش، وهذا أمر وارد لأن المدرب الرئيسي قد يترك النادي، فإن المدرب الرئيسي الذي يخلفه يكون على علم بأن اللاعبين الموجودين لاعبو النادي، ويمكن أن يتم استقدام لاعبين جدد، لكن بشرط أن نشعر بأن القرار صائب. عندما انضم سلافين بليتش كان هناك مدربان آخران، مدرب حراس المرمى الذي عينه النادي، وعين أيضا المسؤولين عن الأمور الرياضية والطبية. يتكرر أكثر فأكثر رحيل المدربين بعد موسم أو موسمين مع الفريق، وما لا نريد أن يحدث هو أن يرحل جميع أفراد الطاقم مع رحيل المدرب. الطاقم الموجود هو من تعيين النادي، مثل مدرب حراس المرمى غاري وولش، والمسؤول عن الطب الرياضي نيك ديفيز، والمسؤول عن اللياقة البدنية ريتشي ووردينغز، والمدرب الرئيسي يعمل بالتعاون معهم. أرجو ألا تسيئوا فهمي، لأنه عندما يبدي 6 أو 7 أو 8 من أعضاء التدريب ملاحظات سلبية حول مدرب حراس المرمى على سبيل المثال، عندها نناقش الأمر فيما بيننا، لكن الأهم هو تقليص قدر المستطاع أي اضطرابات قد تنتج عن رحيل المدرب. نحن نلعب بطريقة جيدة، إنه دور صعب وفيه تنافس قوي، وأنا أستمتع بعملي فيه، ولكن بالتأكيد هو صعب، ولكن نحن في موقع جيد، وأتمنى أن نستمر بهذا الأداء الجيد إن شاء الله. كي أكون عادلا، أنا ممتن عندما سألني علي عن إمكانية حضور أسامة للنادي، قلت فورا نعم، لأنه أسطورة في السعودية. عندما تكون لديك هذه المسيرة في كرة القدم، فهي ليست فقط مهارتك في اللعبة، ولكن عليك التضحية وأن يكون لديك دافع قوي للعمل، وهذا ما يحتاجه أسامة ليصبح مدير كرة أو مدرب أو مدير فني أو حتى رئيس نادي، لتبقى في مجال كرة القدم، وهو لديه الطاقة والتواضع ولديه الرغبة للتعلم. بكل سهولة بإمكانه البقاء في جدة أو الرياض أو مكة. لينتظر فرصة للعمل، وبكل تأكيد سيتصل به أحد، لأنه شخصية مهمة هناك. ولكن لا، إنه يرغب في الحضور ليرى ويتعلم ويتحدث، وهذه علامة رائعة. أنا متأكد أنه سيحظى بمستقبل كبير في كرة القدم، ومن حظ السعودية أن يكون لديهم شخصية كروية مثله في عالم كرة القدم.